اهلا بكم، السلام عليكم. انا مع السي هشام الجباري اللي هو المخرج ديال الماضي لا يموت. بزاف اللي كيعرفوه، كاين بزاف اللي كيعرفوش، وغنستغلوا هذه الفرصه وحنا غادي للوزان باش نسول السي الجباري. سيدي، الحلقه الاخيره في المونتاج. صافي سي المونتاج، الحلقه الاخيره واجده، فيها مفاجاه زوينه انتم غادي تشوفوها. ولا الناس بغاو يقولوا لك ورينا شنو كاين في الاخر، تقول لهم ولا ما تقولش؟ الحلقه 30 يشوفوا واش كاين. وان توكا برافو لهذا المخرج، فريمون دارت واحد 6 شهور ديال الخدمه متواصله من اجل تقديم هذا العمل الزوين. شكرا لكم على المتابعه، وراني كنقرا وكنعلق على حساب وكنجاوبكم على التعليقات ديالكم على حسب المستطاع. شكرا، رمضان كريم، يلا انتظروا الجديد في الماضي لا يموت. هنا في وزان المدينة العتيقة. شنو يمكن تقول الناس سيدي هشام على الوزان؟ وزان مدينة الأصل، مدينة الشرفة، المدينة الجبلية، المدينة الهادئة الجميلة. هنا تربينا وهنا بغينا السينما. يا سلام، وفين كنت كتشوف السينما انت؟ في السينما في وزان، كاين سينما مجموعة وسينما شهرزاد. وتما تبليتي أول مرة؟ تما اللي عطاه. سبحان الله العظيم. وكترجع لها دائما؟ دائما ضروري وزان نرجع. وشنو الذكريات ديال الطفولة ديالك هنايا؟ الطفولة والمراهقة كلهم، يعني الذكريات ديال الدراسة، الذكريات ديال اللعب في الزناقيد، الذكريات ديال العائلة، الأجواء رمضان، أجواء العيد، أجواء المناسبات. واليوم دايرين لك تكريم، شنو إحساسك والناس دوازين غادي يكرموك؟ كيعجبك الحال لأن من هذه المدينة جيت، المدينة عاوتاني ترجع لها وتتلقى الاعتراف، اعتراف شيء جميل، تعطيك إحساس قوي. ما شاء الله. نتمنى والله. شكرا للناس اللي فكروا يديروا المبادرة. فعلا شكرا لهم. مدينة زوينة وناس طيبين. ساريو الناس في هذه المدينة. هذا حي عين بوفرس بوزان. هذه الثانوية اللي قرا فيها السي هشام الجباري. عنكم يلا صافي، يلا باي باي. الجموعة والملاحة هو السنية 80. وي مالو، الجموعة والملاح. سي عبد الرحيم وسي هشام، لقاء الأحبة. صباح الخير. الله يحفظك. نهار كبير هذا، شرف عظيم. الله يحفظك. عطيتي من هنا بالخبزة. صافي صافي، هذاك الشيء اللي بغينا خاي. هذا حي الرويضة ياك؟ مريم. زميل زميل ما شاء الله. الزاوية ضروري إن شاء الله، ضروري. ضروري. تكريم. سميت هاد القاعة هادي تبار يا الحسن. دونك هنا فين غدوز السهرة ما شاء الله. السلام عليكم. جميل.